بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمين. عايزين نقول بعض النصائح كده عامة اللي هي ممكن تقلل معدل انتشار وباء الفيروس الكورونا. يعني احنا عايزين نقلله من 3.5 و2.5، عايزين نوصل يعني نبقى أحسن من الصين، نبقى زي كوريا الجنوبية ونوصل لفاصل 6 من 10. أول حاجة احنا كنا نبهنا على شوية حاجات قبل كده، بتسمعوا الفيديوهات اللي قبل كده تمام، بس يعني في حاجات بقى مهمة هنبقى نحافظ عليها. طبعا اللي هو المعقم المحتوي على 70% كحول، أو اللي هو المعقمات اللي هي بتستخدم من غير كحول تمام، روح لأي صيدلية الصيدلي فيها أمين يكون كويس ومحترم يدولك على حاجة كويسة تمام. دي طبعا ما نسيبهاش من إيدينا، دي حاجة تمام، ولا من بيوتنا، دي حاجة. الحاجة التانية موضوع السلام ده طبعا هنحاول احنا ننساه شوية تمام. تالت حاجة موضوع الفصل، أقل من يعني هما قالوا أقل حاجة يعني 5 متر بينك وبين أي شخص تمام. أنت حاول يعني ما تقلش عن متر، قصدي يعني مسافة بينك وبين أي شخص خليها متر يا سيدي. أنا مش هقول لك 5 متر لأن يعني طبعا في ده مستحيلة تمام، بس يعني متر تمام. الحاجة اللي بعد كده ان لو في اعراض فيروس كورونا اللي هي صعوبة في التنفس، حرارة مرتفعة مش بتنزل تمام، كحة جافة جدا، كحة بتكون رخمة بتطلع مش عايزة تدخل، والمريض مش عارف يطلعها، دول الاطباء والصيادلة الشاطرين هيبقوا عارفينها قوي. اللي بعد كده طبعا الناس المصابة بالموضوع ده يعني تتوجه بقى لأقرب مستشفى حميات أو إن هما المراكز الحجر الصحي أو الحاجات دي عشان يعملوا الفحوصات ويعملوا الحاجات اللي هي بتاعة الحجر الصحي. الحاجة بقى اللي بعد كده ده لا قدر الله لو حصل واكتشف عنده أو في حاجات فيه مشتبه فيه. الحاجة اللي بعد كده والمهمة جدا، أول ما تدخل بيتك قبل ما تعمل أي حاجة، حد يفتح لك الحنفية بتاعت الحمام وتغسل إيدك بمية وصابون تمام. هدومك، الملابس بتاعتك، الجزمة والشراب ده كله بره باب الشقة. هدومك تتغسل أول بأول. التنظيف برضه المستمر للأسطح قبل لمسهم تمام. حاول انت ما تفضلش بره البيت، يعني الحكومه عامله لك حظر وعامله لك حاجات على اساس ان انت تقعد جوه البيت، ما تاخدهاش بقى فسح بقى وكلام من ده، لا الحكومه الناس يعني حاول يبقى فيها شويه ايجابيه شويه، والناس تحاول تسمع الكلام شويه وحاول تتعاون شويه عشان الغمه دي تنزح عننا كلنا قبل رمضان ان شاء الله. يعني حاول بس يعني ايه يبقى عندك في شويه ثقافه عن الكورونا، وحاول تسمع اي فيديو حاجة او كلام من ده ان ممكن الانتشار بتاعه ازاي، يعني حاول يبقى عندك في ثقافة عن الكورونا تمام، لان هو يعني فيروس خطير تمام. هو كان الاول في حاجات بسيطة، النهاردة في حاجات يعني في دول كتيرة، دول كتيرة جدا 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 تمام. يعني كانت الصين كانت رقم واحد، النهاردة هي رقم 6، أمريكا وبعدين أسبانيا وبعدين إيطاليا وبعدين فرنسا وبعدين وبعدين ألمانيا وبعدين الصين. يعني أنت بتتكلم في رقم 6 تمام، من 3 شهور أو من 4 شهور ولسه بيتحكموا فيه تمام. إيران والولايات والمملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، الناس دي خلاص الناس دي بقوا معديين تمام. يعني أنت بتتكلم في أرقام كبيرة برضو، فحاول بس تكون على اطلاع تمام، وتحاول ان انت توعي اللي حواليك، يا جماعة بلاش نزول، يا جماعة الحظر ده حاجة في مصلحتنا، الحاجة دي حاجة كويسة. طبعا الفلوس خلي بالك برضو من المروح والمجي، خلي بالك برضو من الفيزا كارد اللي بتدخل وتخرج، الجماعة اللي هما بيروحوا البنوك، الحاجات دي كلها نحاول نخلي بالنا. دي الحاجات اللي انا حاسس انها مهمة ومفروض تسمعوها الاسبوع ده، وان شاء الله نلتقي بكم على خير ويكون في فيديوهات مفيدة لكم المرة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.